أنا أمي تعشق البحر يا جماعة الخير بطريقة غير موصوفة، يعني ما أوصف لكم. لازم البحر هي ولا حنام برا البيت، فكان نفسي أشوف البحر، قلت جوبي عقلي تخدني على البحر، فجينا على البحر نقعد نتأمل بهالبحر شوي. قصة حب أنا وأمي. أمي ما شاء الله، أمي ما شاء الله، يعني أنت بيضة وأنا أسود، كيف كذا؟ والله كيف كذا يعني؟ كنت لخبطت في المستشفى. والله أنت متأكدين أنا ولدك؟ تأكدت يعني؟ تسوي دي إن إيه نحن كبار؟ تخيل ما انت امي في الاخر، لا وانا مدلع الدلع كله، لا. والله العظيم بسحب كل الدلع لا اخده منك. تخيل ما انت امي شبه ابوك. شبه ابوي، اوكي عرفتوا كيف؟ هذه الفصلة غريبة بصراحة. اي ورق، اهدى انت، اهدى اهدى. ايش؟ ابوك بالاوضة فوق، اتصل فيك، قال له جالك ولد زي القمر، قال لي انا ضربت معايا المرة جال اشقر، زي القمر جال اشقر، بس جال لبناني. انا قلت بس ده والله يا جماعه دخلت، ترى انا اغمق واحد في اخواني، يعني ابشركم. الدكتور عليك اللي طلع زي القمر كان الدكتور ما اعرف ايش هو. توني امزح يا عيال، ترى صغير كنت ابيض وربي كنت ابيض، يمين بالله. دعني اوريكم صوره. ترى هذا مو شعري، هذا باروكه يا جماعه، سوسو سوسو معانا. فبس فمن هنا انطلق دلع. امي كانت تقول ايش بي انت سوسو. انا جايبكم عشان اقول لكم شيء مره معين. لما اتكلم طالع فيك. اعدل ورق. اي 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 ورق. لا 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 لا، كبر مويه فراق، كبر مويه فراق، كلم مويه فراق. مو مشكله اوكي. انت ايش بك انت؟ ما عمل عينك انت بعضلاتك؟ سيب سيب سيب. انت عمل عينك انت؟ ها؟ ما عمل عينك؟ ها؟ ما عمل لي عينك انت بعضلاتك دي؟ انا ما عندي مشكله، بعضلاتك دي؟ انا ما عندي مشكله بس اجي في وجهي. ها؟ انا ما عندي مشكله. انا بقول لك، انا بقول لك ايه؟ انا بقول لك. مرايح في الشقه دي في نظام. ايوه. اللي يكذب يتشحط. الحمد لله. ابعد ابعد ابعد، تجي حتتشل حتشحط فيها. واللي يتكلم على الثاني حيدفع 50 ريال غرامه. واللي يبلغ على الغرامه ياخذ منها نصها، يعني 25 ريال. يعني لو انت تكلمت على عسيري ليا حاخذ انا 50، واقول لعسيري واخذ 25 عشان انا وفي. اسمع، 25 تنحط لهم. عسيري قال لك انا واطي. اسمع، اروح اقول عسير يعني سلطان مره كم عصير ومشي عليه ومشي خرج. يا عم سيبني الشطه هنا مقبوبه لي اسبوع في الارض، 100 ريال لحد الان. سيبني اقول لك الشطه هنا مقبوبه. جاء ركب مكتب حق وجوه وركب كل حاجه، تمام، وساب الكيس وساب الزبايه كلها 150 ريال. انت بزرق كلام اخوي. يلا تعقل لي، تعقل لي، تعقل لي. هي هات 100 هات 100 هات 100 الان. هات ايش؟ هات 100 هات 100 هات 100 هات 100. طورت طورت ايش بك؟ تحت مو فوق، تحت مو فوق يا غبي، تحت مو فوق. طيب اخوي فرانك خلاص خلاص اتوحم يا جماعه. والله كشري كشري وحشتني مصر زي ما انت كده، القميص زي ما هو كده. والله روح امشي امشي امشي، كمل كمل كمل. القميص زي ما هو كده. اقول لك مره طول. تعال 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 تعال. Oh shit. Wow. Oh shit, هذا النك؟ Yeah. Oh shit. أنا عارف النك مرة كويس عزيز. Oh shit.
مبدئيا حابب اوضح للصوره اللي حاططها، كل الناس يحسبوني مريض، ماني مريض الحمد لله، بالعكس انا كل 3-4 شهور احب اسوي فحص روتيني اتاكد انه كل الوظائف الجسم والفيتامينات وكل شيء في مكانه وصحتي الحمد لله سليمه. ان شاء الله اخذ النتائج اليوم في الليل واكد لكم على الموضوع ده. بيس. وموضوع الصيام ما خلصنا منه دحين، صار لنا كم يوم نتكلم على صيام المتقطع، بالذات فوائده في تخفيف الوزن. ما تكلمنا على الفوائد الثانية، من ضمنها يخفض ضغط الدم والكوليسترول، يساعد في مقاومة الإنسولين في الجسم، لو استخدمته فترة طويلة يساعد في الزهايمر، في لي فوائد مرة كثيرة تساعد الإنسان. فأنا أحط لكم صورة أقر عنها إن شاء الله الأيام الجاية حنتكلم أكثر في الموضوع. اليوم أنا مستعجلة بدخل أتمرن، فتمرين تايم. كابتن، عشان امس موضوع الفلاتر عجبك، لقيت لك فلتر مره مظبوط والله. بص بص، لا 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 والله الفلتر مظبوط، بتطلع انت الشنب الشنب. Get your dance.